عندنا تدريبات افقي، ذاك شنو كان مكتوب؟ عمودي، ترجعوا عمودي. عمودي. هنا شنو عندنا هسه هذا؟ افقي، ترجع افقي. افقي. ترجعها؟ افقي. او اف افقي افقي. تمام؟ يلا بالحسب، قرانا هنا. 14. 14 ناقص 9. كبير منو تحط بقلبك؟ الـ14. تحط الـ14 بقلبك؟ لو الكبير شو تسوي له؟ نحط عين، يلا ارسم يمه عين، يلا. 14 يم ترسم يمها مو فوق الـ17 وليدي، هنا فوق. زين. التسعة؟ تسعة؟ ايه؟ قلب. يلا ارسم يمها قلب. يلا هسه صفر ايدك، يلا ورا تسعة شي يجي؟ 10 11 12 14. ايه 14. تعبر 14؟ لا. ايش قد صار عندك على اصابع بيدك؟ يلا اكتب لنا 5. يلا احمد ليث. يلا اشرح لنا هنا احمد. لا قبلها احمد. هاي 17 ناقص 8. ايه الكبير وين؟ بعين. يلا ارسم يم عين. والصغير؟ قلب. يلا احسنت. زين يلا هسه شو تسوي لايدك؟ صفر. يلا احسب فوق 8. 9 هو عنده ايه 13 اكبر ايه 14 هم 16 ايه 17. كم اصبع طلع عندك؟ ايش قد؟ شلون 3؟ 5. شلون 5؟ شيل القلم من ايدك حتى تحسب عدد، صفر ايدك هسه صفرها. يلا احسب ورا 8 شي يجي؟ يلا 9 ايه 10 ايه 11 12 13 14 15 17 طلع ذني. وهاي ايش قد صار ذني احسبهن؟ 17. اي ايش قد صار احسبها كم اصبع استخدمت؟ 1 2 6 7 8. يلا شلون 8؟ 9 9 اصابع. سوي 9 عدل. يلا قرانا. 10 ناقص 7. 7 اي يلا يلا منو بتحط بقلبك؟ 7. حط بسبعة حطها يا قلب. احسنت. والعشرة؟ يلا هسه شو تسوي؟ اصفر. يلا احسب فوق 7. 8 9 10. تعبر العشرة؟ كم اصبع استخدمت؟ يلا ثلاثة. ثلاثة احسن. صفقوا لجود.